مرحبا، ويلكم باك تو ماي شانل بفيديو جديد. هيدا الفيديو ما كنت راح اعمله بصراحة، لانه بالاساس ما كنت راح اشتري شيء. الفيديو عن منتجات امتنان. هيدي الجملة انطلبت ولا انكتبت لي كتير مرات، بس انا بصراحة تامي كل السنة ونص اللي فاتوا، يعني السنة الماضية وهيدي السنة، كل مرة نزلت فيها على مصر، كل نزلي بمرق ولا بفوت على امتنان مرة ومرتين وثلاث مرات. Nothing personal، كنت كل ما بفوت ما عم بلاقي شيء اشتريه. بعرف انه هلا الناس رح تاكل وشي، بعرف انه الاسم امتنان it's a huge name، it's an icon، بس this is the truth. رحت كذا مرة، كل مرة يا اما بلاقي اللي بيبيعوا مشغولين، يا اما بتكون عجقة، يا اما ما عندهم وقت، يا اما عم ببرم وما عم بلاقي شيء. يعني كل مرة بيقولوا لي اعملي ريفيو عن منتجات امتنان، عم بروح ما عم بلاقي منتجات لأعمل لها ريفيو، غير انه في جوسز وفي التيز، في قهوة بتصور، في الجرانولا، هدول اللي متذكراهم. ولقيت شي صابونتين ولا ثلاثة، يعني ثلاث انواع من الصابون ولا اثنين. لقيت كمان زيوت، بس المشكلة الزيوت هالقنينة هالقد قدها ما استوعبت بالاول، انت لما رحت مره واثنين وثلاثه وعشرين، انه اكثر من العشرين، يعني كل مره بنزل مرتين ثلاث مرات. personally ما راح اعرف استخدمهم. بعدين فهمت انه يمكن الصبايا عم تشتري زيوت وعم بتخلطها وعم تستعملها. personally ليش انا عم بقول هيك؟ لانه لي بدي اشتري زيوت، وانا باساسي عندي زيوت هون باللترين وثلاث لتر وخمسة لتر، شو بدي اشتري بقنينة فيها 30 ام ال؟ عندهم كتير زيوت، عندهم الكوكونات اويل، زيت جوز الهند، عندهم زيت جنين القمح، عندهم زيت الخوخوبة بتصور، زيت الزيتون، يعني كذا زيت. وهيك يا عم دور انه اناني بدي، انا بالنسبة لي عيوني بالكميات اللي عم بشتغل فيها، بدي المكبر ولا المجهر. فسألتهم هيدي المرة آخر مرة، قلت لهم ما عندكم بالليتر؟ قلت بكي اشتري ليتر ولا اثنين من شي زيت من الزيوت وجربوا عندي هون، لأنه أنا أول شي ما بستخدم زيوت على جسمي وما بستخدم زيوت على شعري. فهي زيوت راح استخدمها يا إما في لوشن، يا إما في كريم، يا إما في صابون، يا إما في مقشر، يعني هدول الاستخدامات. قالوا لي لا ما عندنا، بس فينا نوصل مصنع وبده أسبوعين. قلت لهم يعطيكم ألف عافية، بأسبوعين بكون أوريدي رجعت على دبي. هيدي المرة مختلفة لأني اكتشفت شيء كتير منيح، شيء بينكشف مش بالعين المجردة، بالسمع وبالعقل. فتت هيدي المرة كان المحل كلياته فاضي، كان في شخصين ولا ثلاث أشخاص بالكاونتر، فصرت عم باخد بنزل وباخد بنزل. أنا بالعادي لما بفوت على محل يا إما بقعد فيه ساعتين وبالآخر بشتري كل الغراض، لأنه بكون محتارة شو اشتري وشو ما اشتري، يا إما فوت على محل وما لقي فيه شي نهائيا لأشتري، وبضلني عم دور بالمجهر لأجيب معي شي. بس لأنه انطلب مني هيدا الفيديو، أخذت وحدة من الصابونات وكنت عم بقرأ. الشخص لما بيكون بيصنع بتصير في عادي لا إرادية، بنقرأ كل الانجريدينتس. هيدي بتصور رح تكون عند كل الصبايا والشباب يلي بيصنعوا بإيديهم. قريت الجملة بس مسكت أنا بس في كلمة، قلت له حضرتك هيدي الصابونة معالجة الحبوب، بهيدا التون إنه انصدمت، زائد هيدي الجملة أنا بكرهها. فرد الزلمي بكل أدب وبكل احترام وبكل محبة، لما تفهموا غلط، قال لي مدام حضرتك مش بفارماسي، الصابون ما رح تداوي، الصابون منه طبي، الصابون فيه التيتري أويل ولا زيت شجرة الشاي بيساعد على التخفيف ولا بيساعد على التخلص من حب الشباب. هو قال هيدي الجملة من هون and he caught my attention من هون. هيدي أحسن جملة والجملة اللي دائما أنا بدور عليها، لأنه بكره جملة بيبيض وبيطول وبيفتح وبيعالج و و و. دائما بقولها ورح أرجع أقولها، ما حدا عنده الصلاحية ليكتب هدول الجمل، حتى الأطباء، يعني اللي عندهم البي اتش دي، يعني ميديكال دكتورات، ما عندهم الصلاحية انه يعملوا شيء ببيوتهم ويطلعوا يقولوا للناس نحن عم بنعالج. دكاتره بيعطوا وصفه بيحللوا الحاله، انتن بيعطوكم الدواء. الصيدليه اللي بالصيدليه ما عم بيخترع الدواء، مش هو اللي بيركب الدواء.
تركيب الدواء والعلاج بيكون في مختبرات كبيرة مع أطباء كبار مختصين بالصيدلة، مجموعي مش شخص واحد. ما علينا من هيدي النقطة. لما قال لي هيدي الجملة حسيت إنه قربت منهم 3-4 خطوات، حسيت لا there is a little connection ولا there is a little chance إنه رح لاقي شيء يعجبني وآخده. Then نزلت الصابون لأنه I wasn't interested. الصابون مبين معي كتير عادي وأنا عندي مليون صابون وشريت كتير صابون وحسيت إنه ما إله عوزي ولا لازمي. فأول شي ضرب إيدي فيه قلت رح أشتري شغلي وحدي يلي هي طين البحر الميت ولا دداد سيماد ولا الطمي ولا الطين بحر الميت. ما عم بفهم ليه عم بقول له الطين الميت. مؤخرا قلت هيدي الجمله بيني وبين حالي صرت عم بضحك. هيدا الطين لما جيت اشتريه بس حملته وسالته الطين يلي جوا كيف شكله، شو هو لونه على اسود، لانه انا I've never seen هيك وما عندي حتى طين البحر الميت ما عندي بالكوليكشن. يعني عندي الغسول المغربي، عندي الطين الاحمر المغربي، عندي الطين الوردي البنفسجي البنتونايت الكايولين الابيض بس مش هاي. فطلع فيني قال لي بصراحة مدام ما بعرف، حييت فيه الصراحة لانه لو قال لي ايه ناشف واسود واخدته كنت راح ادعي عليه ليوم الدعاوي. سالته كيف بدي اشتري انا الطين ومني اعرف انا كيف شكله جوا، فقال لي راح افتح لك اياه. عصبت قلت له لا 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 شو عم تعمل، قلت له لا مستحيل، يعني كيف راح يكون شكل الشركه ولا البراند لما حدا ولا العميل الثاني بتشتري وتلاقيه مفتوح. قال لي لا اوف كورس نحن لما راح نفتحه ما راح نخليه هون، راح نبعته على الشركه. اجان حييت فيهم هيدي الصراحه، زائد انه دي ار ريدي يفتحوا العلبه بس لانا اشوفها. وقال لي انت حره بدك تشتري اشتري، اذا ما عجبك ما تشتري، وبيقولها بقلب صافي. Again كتير عجبني وقربت 20 خطوة towards them. لما فتحوا لقيتوا انه مخلوط it's a wet mud، يعني طمي مبلل واللون تبعوله فيه كلونين لانه هيدا هو لون طمي البحر الميت. وهيدي هي الانية اللي بهدلت لي الشنطة، لانه بتصور يا اما ما قفلناها منيح يا اما ماني متاكده exactly what had happened، ولكن كل الميات اللي كانوا فيه وشويه يعني المي بالطين فضرب لي الشنطه كلياتها. I didn't mind it at all، يعني مسحته منيح. لما جبته جربته شي 3 مرات. الطين اي طين بس خصوصا تبعوا البحر الميت تبعوا الاردن كتير معروف ومشهور انه it draws the toxics، يعني بيمتص كل السموم من البشرة ولا من الجلد، بنظف البورز ولا المسامات تنظيف عميق، it clears ولا بيساعد على تنظيف وتنقية البشرة من اي شوائب ولا اي مشاكل. لما فتحته ريحة غريبة مش مثل اللي انا منتظراها، لانه البنتونايت كلي ولا الطين البركاني تبعوا البنتونايت ولا حتى الكايولين كلي ولا الغاسول المغربي كل واحد فيهم عنده ريحه كتير حلوه، ريحه الارض. اكسبت هيدا، هيدا it has a very weird smell وانما I don't mind it. فهيدا للوش وللشعر وللجسم انا بنصح فيه كتير، خصوصا للصبايا يلي very lazy مثلي، كتير فنيانين وكتير كسولين لأنه it's already pre-mixed، بيجيبوا already يعني بحملينه من البحر وجايبينه، فما رح تتعذبوا ولا رح تحركوه ولا رح تكلفوا خاطركم نهائيا، بس بينشال. أنا جربته بس على وشي، بدي جربه على شعري، I'm very interested إنه جربه على شعري وشوف. نزلته على وشي كلياته، طبعا ما لازم أقرب حوالين العين، تركته تقريب 10 دقائق إلى ربع ساعة وغسلته. لما بيتغسل it's very easy it's not messy، منه ما بيجعلك الدنيا والسينك تبعوله لحوض الحمام، بنغسل بسهولة تامة جدا. وكاتبين انه بيستخدم من مرة لمرتين بالاسبوع. As I said انا استخدمته كذا مرة و I like it، I really do recommend it، حلو كتير كتير كتير. المنتج الثاني يلي very famous يلي هو جل الصبار، هيدا كمان في معلومة قالت لي وأقربتني towards them more and more، الأماني المعلوماتية. أول شي ضربت عيني عليه إنه يحتوي على
إلى 2% من الكحول كمادة حافظة طبيعية. مادة حافظة طبيعية رح نتركها على جنب. قلت لهم بدي افهم شغلة مهمة، كيف انه 100% طبيعي وفي 1-2% من الكحول؟ وعلى فكرة هيدي المعلومة انا ما سمعتها، لانه دورت بالجوجل على ريفيوز لهيدا المنتج، ما حدا بيقول انه في ريحة الكحول. الريحة مبينة 1-2% probably 99% كحول، في ريحة موجودة بتنشم بسهولة. الرد تبعهم كان مقنع جدا وما في تردد وتفهمت. قالوا للواحد واثنين بالمية من مجموع السعة فيها كحول، البقية اللي هي 98 ولا 99% تبعوا جل الصبار، هيدا البرسنتج جل الصبار 100%. I hope انه قدرت وصل الفكرة. مدة صلاحية عام من البرودكشن ديت، طبعا كاتبين هون البرودكشن ديت. انا عندي مشكل بالالوي فيرا جل ولا جل الصبار، ما بعرف اذا انا الشخص الوحيد على هيدي الكرة الارضية، بس بتحسس منه. كذا مرة اشتريت من براندات كتيرة، للأسف نزلوا من هون وشي بيصير عم بينحرق وبيطلع لي حبوب كتيرة صغيرة ما عم بيعمل لي شيء، اكسبت شغلي وحدي فقط لا غير، لما بجيب انا النبتي كنبتي وبقطعها بشيل الجل يلي جواتها. وانا كنت عملت السنة الماضية صابون بالنبتي كلها، يعني ما عم بشيل، عم بقطعها كلها، بغسلها بقطعها بخلطها وبزيدها بالصابون، حلوة جدا ما تحسست منها. otherwise اي جل الصبار بيصير burning sensation مثل يعني الحرقان بالجلد، وبعد كم ساعة ببلش يطلعوا الحبوب teeny tiny little pimples. جربت هيدا على التسهيل، نزلته وكنت عم بتشهد عم بقول يا رب الله يستر ما ينحرق جلدة وشي. burning sensation كان قليل جدا، there is بس قليل، ما بعرف اذا هيدا عادي، بدي اياكم انتو تخبروني. usually لما بتنزلوا جل الصبار بيكون كأنه شوي حرقان، لانه بتصور الاحساس العادي لازم يكون احساس بالبرودة، هيدا ما كتير انا حسيته لا بعدين. الحمد لله ما تحسست، الحمد لله. نزلته بعد الماسك تبعه للطين، تركته للصبايا. انا سمعت هذه المعلومه سموير ومني متذكره، ما عم بعرف مين اللي قال انه بتنزل تحت الميك اب از برايمر. This is an extremely bad idea من رايي، وانتم حرين، لانه لما نزلته ونشف صار كانه ما بعرف كيف راح افسرها، الجل نشف مثل بياض البيض تقريبا، مش باللون بس بالاحساس، the sensation كأنه بياض البيض ولما بينشف it's exactly the same thing. قلت كنت رح جرب عليها الفونديشن، اول ما ضربت الفونديشن اول ضربة مبينة تكسرت، يعني رح يبينوا الخطوط. فنصيحة my personal point of view ما له علاقة ببرايمر للميك اب not at all. يمكن بننزله بعد ماسك ولا بعد مقشر ولا بالليل لما we scrub our face بننزله يس وبننام، بس تحت الميك اب ما بنصح فيه ابدا. اخر منتج لانه انا كثير بحب الجازمن تي، ما لقيت الجازمن تي، عندهم جازمن جرين تي. هيدي هي العلبه، انا بعشق اي شيء فيه الاورنج بلاسم ولا الجاسمين بلاسم، وريحة حلوة جدا. هو شاي اخضر بالياسمين، مش بس شاي بالياسمين، جواته هو بيجي كويرات، جواته في بلاستيك باك، لانه هيدا اللي جوا هيك بيكون شكله على حبيبات وقرايات، وهيدا اللي خلاني اشتري هيدا الشاي. لما رح نفتح هيدي البلاستيك راح، طبعا انا ما عملتها، بدنا نسكب كل شي هون ونقفلها، it's a zip back، ونقفلها لنحافظ على الشاي. مش مثل الشاي العادي، هيدا فيه كويرات يعني little balls، ولما بنكب هيدي الكرة بالبوت تبعو المي السخنة بننزل ملاعقة صغيرة ببوت كلياته، بيعطي تقريبا شي 3-4 فناجين الشاي، عندنا بنتركه تقريبا 7 دقايق ولا 10 دقايق مغطى المي للشاي ينزل كل الجودنس تبعوله، عندنا بنسكب الشاي. هيدا تي شوي غالي لانه 124 جنيه، they justify السعر ولا بيفسروا السعر لانه it's a very rare
سكر ولا شاي كتير نادر يلي اسمه يينهاو، ولكن معروف انه اجود الشاي اللي بالعالم كتير غاليين. بعرف انا هيدي المعلومة لانه في محل هون بدبي وفي يعني it's an international brand، الشاي تبعولها كتير غالي يعني انا شربت منها شاي، بس بيناتنا لقيت انه هيدا it is really 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 good and I really love it. I do recommend it. الناس يلي بتحب من عشاق الشاي this is it. انا كتير بحب الجازمين تي. فيه مشكلة وحيدة فيه الكافيين، فنصيحتي لا تقدروا تناموا بالليل اشربوه الصبح وكن تشربوه بالليل انكم ما رح تنام. هيدول المنتجات اللي اقدر تجيبهم انا من امتنان كلياتهم so far are really really good. I have nothing against البراند at all whatsoever، بالعكس احترمتهم للماكسيمم لما عطيوني المعلومات الصح وما تضحكوا علي ولا ما يحاولوا حتى يضحكوا علي بالمعلومات الغلط يلي كتير عالم للأسف صار عم تعطيها. البراند محترمة، they have spices, they have juices, they have a lot of organic stuff. أغلبية المنتجة تبعونهم organic، يمكن حتى كلهم probably organic. I'm not quite sure لأنه بصراحة ما طلعت على كل المنتجات. في كمان بيبيعوهم بالduty free، بس الديوتي فري كتير غالي which is kind of fair لأنه هون بالإمارات ولا بدبي دبي ديوتي فري كتير رخيصة مقارنة يعني بجوا، بس هناك العكس. ذكرتني بالمغرب الغرات تبعوا الديوتي فري كتير غاليين. really love the three products and I'm very happy إنه عندهم مصداقية معلوماتي كتير كتير عالية. I got the chance لأجرب منتجات من عند امتنان وهي definitely فخر الصناعة المصرية. it's just that ما قدرت اشتري زيوت على التقل، وكمان لانه عندي كثير زيوت بالبيت. يا رب يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم اللايك شاركوا بالقناة، بشوفكم فيديو جديد. thanks a lot for watching. bye bye.